بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اللاجئين، موضوع اللاجئين هو ناقوس خطر حقيقي في مصر، وحاجة خطيرة جدا جدا. مش لأننا احنا كارهين اللاجئين، مش لأننا احنا بنكره أي حد بيجي يعيش لظروف معينة في بلده، لأنه مثلا بلده فيها مشاكل أو إلى آخر هذا الكلام على الإطلاق، وما هيش عنصرية. بالعكس، المصريين اكتر ناس يعني بيرحبوا بالضيف، اكتر ناس بيرحبوا باللاجئين، اكتر ناس استضافوا اللاجئين. البلد الوحيد اللي ما فيهاش مخيمات لاجئين على الاطلاق. لكن انا هتكلم من نقطه مهمه جدا جدا. مصر اصلا مستهدفه، يعني مستهدفه من ايديولوجيات خارجيه، الايديولوجيه الاخوانيه، الفكر الاخواني، ايديولوجيات الارهاب اللي هم داعش وغيرها، وطبعا دول كلهم موظفين لزعزعه امن واستقرار بلد زي مصر. الحاجه الثانيه ان عددهم كبير جدا جدا، يعني احنا بنتكلم مثلا في 9 مليون لاجئ في مصر من جنسيات مختلفه. مثلا يعني البعد الاقتصادي، مصر اقتصاديا لا تتحمل كل هؤلاء اللاجئين. اذا كانت اوروبا بكل اقتصادها الضخم ده وتضج ويعني تظهر ضجرها ويعني انزعاجها من موضوع اللاجئين، بل ان هي بتدفع للدول المحيطه باوروبا عشان خاطر يمنعوا اللاجئين، وخاطر عشان خاطر يامنوا الحدود بينها ما بين هذه الدول زي تركيا زي المغرب الى اخر هذا الكلام. فاوروبا بكل اقتصادها الضخم لا تقبل لاجئين. في الازمه الروسيه الاوكرانيه، بريطانيا لم تقبل لاجئ اوكراني واحد، مع ان هذه يعني المفترض ان هم يعني يساعدوا اوروبا. يعني في اوروبا مثلا بعض الدول الاوروبيه قبلت لاجئين، او تقريبا معظم الدول الاوروبيه بتستقبل لاجئين اوكرانيين فقط. تفهم ازاي؟ فهل احنا اقتصادنا اكبر من اقتصاد اوروبا كله؟ اعتقد لا، احنا اقتصادنا لا يتحمل هذا العدد الكبير من اللاجئين. هذا على المستوى الاقتصادي، فاحنا اقتصادنا ما يستحملش كل ده. البعد الاخر ان في مصر دايما وابدا بيعلقوا شماعتهم على الزياده السكانيه في مصر، ان فشل الاقتصاد او فشل نمو الاقتصاد او عدم يعني جني ناتج الاصلاح الاقتصادي اللي احنا عملناه، يقول لك الزياده السكانيه، وعمالين يعني عايزين يرفعوا الدعم خالص عن المواطن المصري صاحب البلد، عايز يشيل عنه بطاقه التموين، وشال يعني بيقول لك لا، اللي بيتجوز جديد مش هيتحط له، مش هياخد تمويل، مش هياخد تمويل، اللي هيخلف اكتر من اتنين مش هياخد تمويل. اذا هو بيحرم اهل البلد الاصليين من دعم عشان خاطر المشروعات وعشان خاطر الاقتصاد ينهض، وفي ذات الوقت بيجيب بلاجئين وبيستقبل لاجئين. في حد يطلع فيلسوف كده وعامل نفسه فاهم، يعني هيقول لي الناس اللي عندكم بتنتج والناس اللي عندكم مش عارف ايه والناس، هذا يا حبيبي كلام فارغ انت بتروجه، ويعني حقدا على مصر. ده هم غلوا السكن في مصر، مغلين الاكل والشرب في مصر، بيستهلكوا مواد غذائيه، بيستهلكوا دواء، مدارس، اطفال. يعني هم اصلا بيقولوا لنا خلفوا اتنين بس، يعني هم مش يعني في مصر بقى الاداره في مصر والحكومه في مصر ما تخلفوش كتير مش عارف ايه، لغايه ما الرئيس طلع قال لك يعني الناس تخلف واحنا ناكل. طيب هل الكلام ده يعني مطبق على اللاجئين؟ طب ما اللاجئين متجوزين ومخلفين وبيخشوا مدارس. كمان في ناس من اللاجئين يعني بيدفعوا نص مصاريفنا احنا في مساله المدارس، وفي بعضهم معفي، يعني الاخوه والسودانيين معفيين تقريبا من المصاريف في المدارس، وبياخدوا دعم في الصحه وكل شيء، يعني زيهم زي المواطن المصري، بل هم لهم امتيازات اكتر من المواطن المصري. فما بتبقاش الحكومة عندنا عمال تضيق على المصريين أهل البلد، وعمالة تقول لهم يعني عمالة كل شوية تقول لهم المواليد والسكان، وانتوا واكلين الاقتصاد، وانتوا واكلين كل الثمرة بتاعت الإصلاح الاقتصادي، وعندنا 9 مليون. هذا كلام غير منطقي بصراحة، ويجب ان يكون في وقفه، وان احنا نعرف راسنا من رجلينا. لازم ان احنا نفهم ايه الوضع، يعني ايه المشكله، ليه كل ده. واحنا انا بقول ليس هذا كرها في اللاجئين ابدا على الاطلاق، انما احنا احوالنا الاقتصاديه لا تتحمل هذا، احوالنا المعيشيه لا تتحمل هذا. البعد الاخر اللي انا عايز اتكلم عنه ان كثره اللاجئين من هذه الدول تعرضنا لخطر استخدامهم لايديولوجيات معينه. يعني ممكن دوله زي تركيا، دوله زي قطر،
هذه الدول تستقطب بعض هذه هؤلاء اللاجئين في مصر وتستقطب، لان منهم اصلا ايديولوجيات مختلفه وافكار مختلفه، يعني منهم الاخواني، منهم الداعشي، منهم الشيعي مثلا، او اذا كان مش منهم شيعي، منهم ايديولوجيات مختلفه وافكار مختلفه وتوجهات فكريه مختلفه. فممكن هذه التوجهات او هذه الايديولوجيات تستقطب حتى بالمال، يعني حتى اللي ملوش ايديولوجيه وملوش فكر يستقطب مرتزق، يشتغل مرتزق ويعملوا اعظم قلق في مصر، فعلا رعب خوف حقيقي. يعني 9 مليون لما انت تستقطب منهم مليون او نص مليون يعملوا اكبر قلق في مصر بكل صراحة. والا ممكن الامن المصري يرتكب مجازر، هتبقى في مواجهات، ودي مشكلة. واللي حصل في المغرب ليس ببعيد، لسه بالامس شوفوا اللي حصل ايه، واسلحه بيضاء في الشارع وهجوم والكلام ده كله، حتى تعرضت الامن المغربي تعرض لهذه المساله اللي تعرض له، وقتل منهم ناس كثير وناس كمان اصيبت في المستشفى. فاحنا المشكله الكبيره كمان، يعني معظم الناس اللي هم اللاجئين من سوريا، وسوريا منهم بقى الشيعي، منهم اخواني موالين لتركيا، وانتم مش عارفين بقى قصه المرتزقه اللي هم شغالين مع اردوغان في ليبيا. فدي مساله خطيره جدا جدا، ويمكن استقطابهم، ممكن التواصل معاهم، وممكن شرائهم يعني كمرتزقه، حتى لو ملوش ايديولوجيه فكريه او ملوش توجه فكري، فده ممكن يستغل. انا يعني انا ما كنتش عايز اقول الكلام ده، لان انا كده كده بغششهم، يعني الكلام ده انا بغشش الاخوان، بغشش اللي هم بيدعموا الاخوان ورعاة الاخوان زي تركيا وقطر، انا بغششهم كده، وبغشش اللي هم مش فاهمين الحكايه دي، او ان هم شغالين وفي وقت معين هيطلعوا بالحكايه دي. لو ما كانوش شغالين، يعني انا بقول كده وكده يعني الكلام، يعني لو هم مش شغالين ومش فاهمين ممكن يعني أنا، بس انا بقول كده، انا بنبه الدوله المصريه لهذا الكلام، وده خطر كبير جدا، يعني ده اخطر من موضوع الاقتصاد، مع ان موضوع الاقتصاد مهم. النهارده لما 9 مليون ما يبقوش موجودين في مصر، معلش يعني يعطوا المجال والفسحه للعمل والوظائف الشاغره وللسكن ولكل حاجه، يرتاح الشعب المصري، وهو الاحق انه يرتاح في بلده. سوريا دلوقتي خلاص فيها، يعني ممكن نرجعه. السودان لازم تقنن مساله اللاجئين السودانيين، يعني احنا اخوه واشقاء ما عندناش مشكله، لكن ده ما يبقاش على حساب بلدي، لان هنا في خطر داهم. موضوع المشاكل في اسوان ومشاكل السود، يعني السودانيين اقصد وكده، هذه كل المشاكل لازم احنا نحلها. احنا عايزين نعرف البلد رايحه على فين. يعني انا ما يؤرقني حاجتين، البعد الاقتصادي والبعد الامني، دول مهمين جدا جدا. انا بتكلم على بعد امن، ممكن هؤلاء اللاجئين منهم كثير جدا جدا يستغلوا، اما انهم اصحاب فكر ويستغلوا، واما ان هم مرتزقه ويستغلوا ايديولوجيا وفكريا برضه في زعزعه امن واستقرار مصر من داخل مصر. وانت ساعات ما تتعرض للناس دي ويحصل العالم كله هتقلب عليك، مش احنا في غنى عن ده كله. فمشكله كبيره البعد الاقتصادي او المساله الاقتصاديه. احنا اقتصادنا ما يتحملش كل هؤلاء اللاجئين بصراحه. يعني في دول غنيه جدا يعني وما عندهاش عشر من عشار اللي عندنا. في كمان مثلا ممكن من اليمن حوثيين، ممكن منهم شيعه، ممكن احنا مش بنكره حد، بس انا بقول في اصحاب اذا كان مصريين واخوان، واحنا اصلا يعني زي ما بيقولوا كده نخشاهم يعني، وحريصين على انهم هم ما لا يعيشون في الارض فساد. فما تجيبليش انت ناس من بره وعايشه ويغلوا السكن على المصريين، وبعدين بياخدوا اماكن معينه فيها تكتلات سكنيه كبيره، يعني بيبقوا تجمعات. ما تجيش بقى يطلع كل شويه واحد يقول المصريين ما تخلفوش، يقول المصريين مش هيديكوا عيش، يقول المصريين مش عارف يرفع الدعم هنا، غلي السلع هنا، كل ده عشان نسدد صندوق النقد الدولي، وانت سايب لنا ناس انت بتتكلم وتديهم تدعمهم في كل شيء، وانا اللي بدفع ده. انا اللي بدفعه كمصري، انا كشعب مصري بدفعه. فكل ما لم نجني ثمار الاقتصاد حتى الان، وتيجي تقول لي بسبب الزياده السكانيه بتاعتكم انتم، يعني انت عايز احنا ما نخلفش وننقرض، ويجوا بقى اللاجئين يخلفوا ويزيدوا ويعادلونا في العدد. ده ايه العقليه دي؟ انا مش فاهم بصراحه. احنا عايزين نعرف احنا رايحين فين في مساله اللاجئين. وانا والله وانتم عارفين انا طلعت دافعت عن اللاجئين قبل كده، ورجعوا لحلقاتي. هي المساله اصلا هيحصل قلق كبير وتحصل فوضى،
هتحصل فوضى. 9 مليون ده لو مليون واحد فيهم يعمل قلق في البلد كلها، وانت ساعتها بقى تتعرض ويبقى في مثلا تخريب ويبقى وعشان تلم القصه دي عايز لك تشوف قد ايه، ويعني وتدفع بقى وتتكلف تضحيات قد ايه، غير بقى لوم المجتمع الدولي والحقوق البتنجان. هذا طبعا خطر جدا جدا، خطر امنيا على مصر. وانا بتكلم بسبب اللوبيات الفكريه والايديولوجيات بالنسبه تستغلها دول معاديه اخرى، دول اقليميه او حتى دول عالميه. هذا وارد، مش وارد، ده 99% بيحصل. ولما تكون عايز تخترق دوله تخترقها بالناس اللي فيها، اللاجئين اللي فيها، لو انهم هم ليهم ولاء ليك. سوريا فيها عدد كبير جدا وجايين كلهم يعني طفشانين بشار، يعني ميولهم اخوانيه، ميولهم تبع الثوره. فاعتقد ان هم مهيئين لحاجه زي كده، واما انهم يشتغلوا مرتزقه لو ما عندهمش ايديولوجيه فكريه يشتغلوا مرتزقه. ده البعد الامني. بعد اقتصادي احنا مش متحملين، انتوا عمالين بقى يعني تعصروا فينا احنا وتضيقوا علينا كشعب وكل حاجه، وجايبين لنا 9 مليون يزحمونا في البلد ويقسمونا كل شيء. احنا طب احنا لو عندنا يعني لو اقتصادنا يتحمل ما عندناش مشكله، وحتى لو اقتصادنا يتحمل لازم يبقى فيه ترتيب للاجئين، سكنهم، المراقبه دائما. ما انت ما تجيبليش 9 مليون عايز تحرسهم، عايز تشغل عليهم امن، لا، الحاجات دي ما تجيش كده وخلاص. مش تعمل 9 مليون بقى بحث اجتماعي وده ايديولوجيته ايه وايه وايه وايه، والكلام ده كله صعب جدا جدا. هذا اختراق كبير ويهدد الامن القومي المصري. ده غلو السكن علينا. يعني انت النهارده المصري ما يرضاش ياخد الشقه ب 500 جنيه يروح ياخدها السوري ب 1000 جنيه. فهذه مساله مهمه جدا، فهنا في مشاكل كبيره جدا جدا. فلازم نوضع لها حد حقيقي. وانا بقول للمره الالف ويعلم الله ويشهد الله على ما اقول انني لا اكرههم، ولا اقول هذا الكلام من باب ان انا بكرههم او مش عايزهم، لا، لكن انا فعلا هذا العدد كبير جدا. هذا العدد يثقل كاهل الاقتصاد المصري اكثر مما هو يعني ثقيل. الامر الاخر ان هم فعلا يعني الحكومه بتضيق علينا، احنا تضيق علينا بسببين، مش بسببين بالضبط، لكن تضيق علينا وتريدنا نخف الخلفه وما نخلفش ونشيل الدعم عننا وما يدوناش عيش وما يدوناش تموين وشالوا فعلا. وفي ناس تانية، طيب ما احنا اولى يعني. يعني الكثره الكاثره دي بتغلي اللحمه علينا، بتغلي الخضار، بتغلي الفلوس، بتغلي كل حاجه. ده موضوع صحيح. يعني ما هوش غريب وما هوش يعني مثلا مستبعد، ده موضوع صحيح واقع في الشارع المصري. الجانب الامني ده هو اخطر جانب في الموضوع. فنداء للدوله، رجاء، هؤلاء قد يستغلوا فكريا وايديولوجيا ضد مصر، ويستغلوا لزعزعه امن واستقرار مصر، خطر على الامن القومي، وايضا خطر على الاقتصاد، او مش خطر على الاقتصاد، هم يعني يساعدوا في مساله يعني التضييق اكثر واكثر على الشعب المصري. فكل واحد يروح بلده، بلاد ارتاحت يعني الحمد لله نوعا ما. اليمن خلاص في هدنه، وفي سوريا الدنيا تمام، وفي ليبيا يروحوا الشرق الليبي عادي ما فيش مشكله، هم الليبيين قليلين يعني الليبيين بصراحه. والسودانيين يرجعوا بلادهم، عندناش احنا الكلام ده اصلا يعني ما ينفعش بصراحه، شديده جدا يعني، خصوصا الناس بتعمل مشاكل في اسوان، تبقى انت في بلد تعمل مشاكل ليه؟ انت عايز ايه مني يعني؟ ف يعني حتى لا نكثر في هذا، نذكر دائما وابدا يعني الوقايه خير من العلاج. الوقايه خير من العلاج. العلاج هيكلفنا كتير ونحن في غنى عن هذا. كل ده بيتحمله الشعب المصري. زلتوا ابونا بالدعم كل شويه، وكانكم وكان الدوله بتاكلنا، ولا هي بتاكلنا ولا نيله. خمس ترغيفه ولا مش عارف ايه عايزين يشيلوه، مش عارف ايه الزيت يغلوه وبقى نار. ها يعني ما بتدينا ملاليم ومستكترهم علينا، وانت عندك 9 مليون لاجئ. معلش يعني انا بقول اللي يرضي ربنا، عم تقول لنا ما تخلفوش وانت جايب لنا ناس عمال تخلف. يعني ما هيتقلص عددنا، هم عددهم هيزيد، وفي الاخر يبقى خطر علينا. رجاء نحل المشكله دي، عايزين نشوف لها حل. بس كده.
واحترامنا طبعا لكل الشعوب، واحترامنا لاي الاخوه اللاجئين نحترمهم والله بنحبهم اقسم بالله، ولو احنا نقدر نساعدهم اكتر من كده نساعدهم. احنا ظروفنا على قدنا، اقتصادنا على قدنا، كمان مستهدفين وما نعرفش الناس دي فكرها ايه وايديولوجيتها ايه، او في ناس تشتغل مرتزقه، ما 9 مليون انك في تحصيهم هكذا وتفتش عليهم صعب جدا جدا بصراحه. اوروبا ما تستقبلش، اوروبا يعني بتقول لك خد فلوس وامنع الناس دول عني، بس ما يجوش عندي. والحاجه الاخيره قبل ما اختم، ما انا كنت ناس اتكلم عنها، التغيير الديموغرافي الفكري، لان الناس دول هياثروا فكريا على بعض على بعض المصريين، هياثروا فكريا، هياثروا كتير جدا جدا بصراحه شديده جدا. يعني المفترض ان احنا ناخد بالنا من هذه الامور جيدا جدا. يكفي هذا، يكفي هذا ضغط على هذا الشعب، يعني ضغط بما فيه الكفايه. نسال الله سبحانه وتعالى يعني ان ييسر علينا وعليهم ويفك كربنا وكربهم ان شاء الله، ويعني ينزل الله سبحانه وتعالى رحماته ونعمائه على المسلمين جميعا، امين يا رب العالمين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.